الحركات في الصلاة. بمونسكي حركات كول. أي حركة يتحركها المسلم في صلاته تدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة. هر هغ حركات مسلماني بمونسكي كي هغا بنزا تكليفي أحكامه كداخليه. الأول الحركة المحرمة. أول حرام حركات. الأكل الشرب. لك خوراك سخاك. الضحك. خنداك أول. الالتفات الكثير عن القبلة. دير زيادة قبلنا واختل واختل. يتحرك حركة كثيرة حتى تظن غير مصلي. دير زياد حركتنا كي تبدأ قمان كيش دا فمنزلنا دي ولا. الثاني حركة مكروهة. تمام حركة مكروه حركة دي. حركة يسيرة قليلة لكن لغير حاجة. دير معمولية حركة كول بغير ده حاجتنا. يلتفت في الصلاة التفات يسير. فمنزكي معمولية أخوة دي أخوة تاويدل. الثالث حركة مباحة جائزة. درام مباح حركة جائز حركة. هي الحركة التي تكون لحاجة قليلة لحاجة. ده هغا حركات ده جدير لقوي وده ضرورات مطابق وضرورات وخكيبي. سقطت النظارة وخاف عليها ان تكسر اخذها وضعها في جيبه. مثلا تشميدرنا اوغر زي دي او ما تيجي فما تودي او يريدي جب كده كي خذي. سقطت النقود من جيبه وخاف عليها من السرقة وضعها بأدنى حركة. بسيدرنا اوغر زي دي او بدي يريدي جسوك بيبطي كدير معمولي حركات سرد اغرا وچتك. الرابع حركة مستحبة. سلورم قسم مستحب حركات. هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، يعني إذا تحرك كانت الصلاة أكمل، وإلا ما تحرك كانت الصلاة صحيحة. ده هذا قسم ده ده حركاتي كده ني منذ صحيح نده أو تويكي منذ صحيح شيء. كسد الفرج. لك صفك زي بطول. الخامس حركة واجبة. بنزم واجب حركته. هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. تحرك كانت الصلاة صحيحة. لما يتحرك كانت الصلاة باطلة. أو ده هغا حركات ده كده من صحة بدي باندي ولا عليك. وخذ ده من سيكيجي كون خذ ده نسيكيجي. وهو يصلي وجد على غترة نجاسة. وقد أس حالتك من كيف غترة يا لباس باندي غير نجاسة أوليده. حركة واجب الآن. يأخذ هذه غترة ويضعها جانبا ويكمل الصلاة. دي وقت كده واجب ده شيء غدا حركته كده رواخلي ويستوي غرزي. والله أعلم. الله أعلم.